بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر تعليم التنس الأرض تحييكم. هنبدأ برضو في الميني تنس، ما زلنا في كورس الميني تنس، كيفية لعبة السيرف. السيرف ده طبعا يعتبر هو أول حاجة في التنس، يعني المفروض كنا بدأنا بيه بس عشان البيبي ما يملش ويحس بملل يعني، ونعمل له حاجة زي فان بنخليه آخر حاجة في الكورس. فطبعا احنا خلاص قربنا على النهاية، هو هنبدأ دلوقتي نعمل حاجة اسمها توس. يلا يا شباب نبدأ التوس ازاي مع بعض؟ فوق وقف قفل ايدي، ايوه وقف قفل ايدي. بص يا شباب قفل ايدي الشمال، ادور راحه واحده واحده مش عاوز جامد، قفل ايدي الشمال والقف ايدي فوق. الكره اللي تضيع مني هجيب واحده غيرها تاني من السله، ارفع كرتي فوق وقف قفل ايدي، ايدي ستريتش مفروض ايدك تبقى كويسه كده. ايوه برافو، انا ببص اهو برافو. قربي شويه برده على اللاين بتاعي، قربي او مين سنه صغيره، برافو. وقفت ايدي برده وقف كورت، افرد كتير او افضل اعملها كتير مره واثنين وعشره وعشرين لحد ما احفظها. وايه بعد كده؟ وهاتيها عادي وامسك كورت عادي، امسك كورت عادي برده، نستمر في التوس، نفرد كورتنا فوق ونط. برافو برافو، كورت فوق فوق برافو، ما يهمكيش هاتيها تاني، برافو يا اميه، كملي ايد راعب فوق وقف كورت. قفل ايدي فوق والقف كورتي، قفل ايدي فوق والقف كورتي، كتير كتير لحد ما نحفظها. طبعا ده هنخلي الباقي بقى هوم وورك. يلا نبدا نمسك مضربنا، انا هجيب لكم الكور، كل واحد يمسك مضربه ونبدا. يلا يا سيرف زي ما اتعلمنا برضه واحنا واقفين في مكاننا، كل واحد ياخد كوره بالراحه ويعلمها على الشبكه. ازاي؟ هقول كوره واحد اثنين ثلاثه اربعه، يلا كلها مع بعض، كل واحد يلا هوب برافو كمل، يلا كل واحد الكوره برافو، عيني على الكوره برضه برافو يا سيبا، واحد اثنين ثلاثة أربعة برافو برافو، هايلة هايلة يا سيبا برافو. أبص الكورت قدام برافو، تاني واحد اثنين ثلاثة أربعة أحسن. طيب قفل إيدي يا سيبا، هايلة ها برافو، قفل إيدي أو 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 دايما يديني ستريتش دايما، انا باخد كورتي الكوره بتاعتي بتبقى مفقوده اللي هي مفقوده، كورتي قدامي بلمس الخط، احاول بلمس الخط، احاول بسرعه شويه، ممكن بسرعه عصابه شويه بسرعه على اللاين، كره واحده بس، عايز كره واحده في ايدي واضرب اهو، واحد ثلاثه